بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الحالة النفسية وأثارها على نجاح الحجامة. الحجامة هي عمل طبي ومادي، ولكن لكي نضمن الفائدة القصوى يجب أن يقتنع المريض بهذا العلاج وأن يكون على ثقة تامة بالشفاء، أي أن الحالة النفسية لها تأثير كبير على نتائج الحجامة. وأثناء الحجامة يجب على المريض أن يقرأ القرآن بخشوع وأن يتخيل وكأن الدم الفاسد قد خرج بالكامل من جسده، وأن التوازن والنشاط والصحة قد عادت إلى هذا الجسد المريض، وهذا له أثر كبير على حركة خلايا الدم، إذ أن المعلومات التي يؤثر بها الإنسان على نفسه تؤثر على النظام عمل الدماغ أو القلب. وهذا هو مبدأ العلاج بالبرمجة اللقوية العصبية، وهي عملية الحجامة ينبغي الاستفادة من بقية العلوم لرفع كفاءة هذه العملية، والله أعلم.